يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا أَوْ كَانُوا غُزًّى لَوْ كَانُوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم مغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون ألئن انقضت آجالكم في الحياة الدنيا فمتم على فرشكم بعد أن أديتم رسالتكم في الحياة على أكمل وجه وأطعتم ربكم فيما أمركم به أو نهاكم عنه أو قتلتم أيها المؤمنون وأنتم تجاهدون في سبيل الله فإن العاقبة واحدة لإلى الله وحده تحشرون فيجازيكم بأعمالكم. وتأمل معي أخي الكريم في قوله تعالى لإلى الله تحشرون، ألم يقل لتحشرون إلى الله؟ وده في البلاغة بيعرف بالتقديم والتأخير ويفيد الحصر، ففي يوم القيامة ليس هناك مالك إلا الله، وليس هناك ملك إلا الله، وليس هناك حاكم إلا الله، ولا ضار ولا نافع إلا الله. وصدق الحق سبحانه وتعالى إذ يقول لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. أدعونا نتأمل قليلا في يوم الحشر بعد بعث الناس من قبورهم، يحشر الخلق جميعا حفاة عراة على أرض بيضاء، تظهر عليهم جميعا ملامح الذهول والخوف والرعب. منهم من يحشر ماشيا على قدميه، ومنهم من يحشر راكبا تكريما له، ومنهم من يحشر على وجهه، نسأل الله العافية والسلامة. ذاك جواب الله إلينا قال المنافقين يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون